هوية بريس نحو إعلام هادف. دوتي قلبوا باش قال لك تزويج طفلات. أولا كنتحداهم يجيبوا شي دليل علمي من الغرب باللي الإنسان اللي عنده فوق 15 عام طفل، رجل أو امرأة. كان اللي كيوقف الطفولة في 14 عام، كان اللي كيوقفها في 15 عام. دخلوا الإخوان داك العجب ديالكم وسولوه، قولوا لي شنو هو الحد ديال الطفولة، يعني في إذا شئنا أن نقول يعني في المقاييس الدولية. ما كاينش من بعد 14 ولا 15 عام طفل، من 15 عام الفوق فهمتين ولا لا، هذا ليس طفل. طبعا لا يعتبر راشدا، وحنا كنقولوا داكشي اللي كاين في القانون انه دابا نيت معمول به انه البنت قل من 18 عام ما كتزوج. ها ماكسيموم 15، كاين اللي كيوصل حتى ل 12، ماكسيموم 15. انا كنظن 14 عام سي ريزونا، واخا 14. أسامة بن زيد قاد الجيش وعمره 16 سنة. إذن من 15 عام ل 18 عام قلنا القضية كاينة في يد القاضي، تلقى في يد القاضي. وقلنا من بعد بحث اجتماعي وصحي وموافقة البنت وموافقة الأب وموافقة الأم، ويستقبل القاضي الأم البنت وحدها بدون أبويها باش ما يضغطوش عليها، لأنه كنشوف المصلحة الحقيقية ديال المجتمع. المجتمع في بعض الحالات في الغالب تتكون البنت بعد أقل من 16 عام مبقاتش كتزوج. أقل من 16 عام، من 16 ل 18 المعظم ديالهم تيكون باقي لهم 18 عام بضعة شهور على أكثر تقدير سنة، وتتكون الظروف كتسمح لنا الزواج. ماشي فوقاش ما بغيتي تمشي تشري يعني 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 باكية ديال هاد ريست مشي تشريها. الزواج راه فرصة، فهمتين ولا؟ دابا الخبزة غير الخبزة، غير بردات ما كتبغيش تاخدها، كيخصك الخبزة تكون سخونة ياكل لا. وخا والدينا علمونا ناكل الخبز البارد عاد تاكل الخبز السخون. مازال هاد القضية ما بغاش تدوز ليا أنا، لأن كان داك الخبز السخون كيجيني زوين، فهمتين ولا لا؟ فهاديك البنت، هذيك البنت في الإبان ديالها وهذا وصغيرة وجميلة وما كتقراش، ملي كتكون كتقرا راه ما غاديش تهضر معك، ما كتقراش لأنها مسكينة في البادية، لأنها جاتها الإعدادية بعيدة، لأنها جاتها الثانوية بعيدة، ياك هادشي كتعرفوا ولا ما كتعرفوش، أو لأنه جاءها زوج جيد وممتاز. هادشي راه تيكون الإخوان، شي واحد جا من الطليان ولد مزيان معقول مستقيم بغا يتزوج، شاف واحد البنت عجبته تلقى معاه هضر معاه عجبه الحاليه، او قصه غرام حب. حنا راه قضيه الحب راه انا دخلت لهاد القضيه هذه منذ مده طويله جدا. اول مره مشيت كنخطب راه كان عندي 17 عام، فهمتي؟ فحب بين ذكر وانثى، نخلي شنو نقول لهم ملي كنمنعوهم من الزواج؟ نقول لهم سيروا ديروا الفساد، ديروا اللي بغيتيه خارج القانون وخارج التأطير الاجتماعي. وداك شي تنتشأ عليه بعض المرات مواليد، وداك المواليد يعني الحل ديالهم دابا هو الإجهاض، وهذاك الإجهاض راه قتل. ولقيت باللي حنايا أسوأ من المشركين، حنا ولينا أسوأ من المشركين. أنا بعدا بغيت نعرف شحال ديال الدراري كيتقتلوا داك الإجهاض، لانه هذوك المشركين كانوا كيخليو البنت حتى تزاد بالها وتشم الدنيا وتعرف وتتوصل لواحد السن وتيبقى با تيدور ديك الفكره في راسو وتيبقى مخلوع، فهمتي ولا؟ واش قتلها واش ما قتلهاش، لانه كيحبها لانها بنته سي نورمال، ولكن في نفس الوقت يخاف من العار ويخاف ان تاكل معه الى اخره. في بعض الاحيان الله سبحانه وتعالى نزل ايه كتزعزعني انا، لحد ان واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. احنا يا ما كنخليوهاش حتى تخرج، كندخلوا اللقاط وكنبداو نخرجوا. واش عمركم شفتوا هادشي؟ كندخلوا اللقاط وكنبداو نقطعوا داك الطفل طرف طرف. واش كاين شي واحد فيكم الطبيب ولا ما كاينش؟ سولوا هذيك الاخت الادريسي سميتها ديال الدار البيضاء حنان،
هذيك حنان دارت واحد النهار واحد العرض هنايا فهمتيني ولا قطع لي القلب ديالنا يعني. وداك الطفل سبحان الله داك الجنين اللي تيكون في البطن ديال الام ديالو ملي كيشعر بانه يراد به سوء تيبدا يهرب مسكين تيبدا يهرب في الرحيم وتيتبعوه هما بداك القاط اللي يقطعوا فيه طرف طرف طرف. وكاين اللي كيكون وصل 6 شهور و7 شهور تيكون تشكل وتيكون هادو ماشي مجرمين هادو. قال لك لا قال لك المراه حره في جسدها ليست حره في جسدها وليست حره وليست حره في جنينها. انت ليست حره طبعا ليس جزءا منها هو مخلوق اخر. واذا ترك لحال سبيله الراجح 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 انه سيولد. فكيف هادشي كيفاش هادشي الاخوان بغيتونا حنا نسكتوا عليه؟ كيفاش بغيتونا ما نديروش السياسه؟ حنا كنديروا السياسه يعني لله ثم لمصلحه يعني المجتمع مصلحه الوطن مصلحه الدوله ثم لمصلحه حزبنا. ماشي عيب ماشي عيب. فهاد الناس هادو يعني خرجوا تيقولوا اننا يعني تنحرضوا على الفتنه. سبحان الله اللي خرج كيطالب باحكام قانونيه مخالفه للقران مخالفه للاعراف. ودابا بغيت غير نفهم واحد القضيه. طيب انتم ما كتقولوهاش. قال لك سيدي الصداق يبدا يضربوا الرئيس ديال الحاله المدنيه. بقيت كنقول رئيس الحاله المدنيه هكا قال ضابط الحاله المدنيه. بقيت كنقول هاد الصقوعه هادو صقوعه ما فيها لا اله ولا حتى كاين العدول محترمين كيديروا عقود شرعيه. الناس كيجيبوا من الدار ولا كيمشيو لعندهم تيديروا بسم الله تيديروا. اش داهم هادو الضابط ديال الحاله المدنيه؟ وشكون هو الضابط ديال الحاله المدنيه؟ حنا عرفناه ما عرفناش نتينا ولا لا؟ وكيفاش هادشي كيس كيس باس؟ لقيت بلي داكشي دابا خصنا حنا نشبهوا الاخرين صافي. خصنا نشبهوا الفرنسويين اللي كيعقدوا يعني الزواج في لاميري. بالمناسبه كيمشيو للكنيسه ولكن الدوله لا تعتبر بالزواج الكنسي تعتبر بالزواج ديال دونك. هذه غير مرحله اولى. من بعد يقول لك لا بغيت تزوج سير 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 لاميري بلا ما نتكلموا على انت. يا للعجب. طبعا كيمشيو حيت حنا ماشي ضد الاصلاح وماشي حتى لان كنعرفوا بلي هادشي فيه ضغوط دوليه وحنا في النهايه تنقبلوا باش نيسروا. وان كان هما تيقول لك لا الاحترام ديال مقاصد الشريعه. شكون اللي كيقرر مقاصد الشريعه؟ هما. شنو هي مقاصد الشريعه؟ هي المساواه. حنا قررنا المساواه. انت سير اجتهد وجيب لنا المساواة ملفوفة بالمقاصد ديال الشريعة. إذا اتخذوك خليل هذيك الساعات غنسكتوا عليك ونقولوا لا رجعي لا إرهابي لا تأسيدي. قولوا اللي بغيتي. مقاصد الشريعة ماشي انتم اللي كتحدوها، حدوها العلماء. هوية برنس نحو إعلام هادف.